طب مين بقى اللي هيحلل؟ عايزين كده الواحد يحلل بقى من حاله كده من البدايه. استاذ كل مصطفى، اللي اعرفه الحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك. طيب يلا، تمام، هو مين عايزك ده؟ بقى تبدعي. انا فظيعة طبعا، يعني كده المفروض يعني انتوا عزيز اي وش قدامكم تفرموه. ليه؟ هو احنا استاذ مصطفى اه طبعا، حقيقة اهدافه وعنده اسرار مخبيها. طيب عملي ولا واللي مش عملي ولا مش عملي؟ هو شخصية عملي بحت طبعا. بعدين كمان في حاجة، هو عنده طموح لأن انا الأنف محدبة، وكمان لو حطيت الفيديو ده، انا اللي انت هتقوليه انا هحطه على القناة واقول اتفرجوا يا جماعة دي تربيتي. يلا نبدأ من الاول تاني تربيت. كده، نبدأ من الاول تاني كده، طيب بنقسم ماشي، اولويات الحياة. طب تمام، نقسم أولويات الحياة. هو كده جايبها كبيرة أولا. جابة كبيرة، ده عملي ولا مش عملي؟ ده مفكر، ده شخصية. ماشي، ده كده مفكر زي ما شيرين مفكر. كتبت. ماشي، هي مفكر. جايبها كبيرة قوي فعلا. هو بس خلاص يلا، الشخصية دي يعني معانا في الكورس ولا ايه؟ عشان بس يعني عشان ما غلطش في الكلام او اي حاجة. يا ست واحد انا ما اعرفهوش، طيب انتوا فين؟ ماشي. ودود، ودود نعتبره ودود. هو الحاجب ده نزل على عينيه ولا ايه؟ لا مش انتقائي اصلا. ايوه. ايه عنده الحس عالي. انت كده خدت فكرة عن الوش صح؟ احنا عشان نفتح الوش لازم نبص فيه دقيقة واثنين وثلاثة، تمام؟ ونحدد من خلال ان الخط ده الاذن طالعة ولا نازلة، ولما ناخد خط تاني من هنا الاذن طالعة ولا نازلة، ونشوف المسافة دي كبيرة ولا صغيرة، المسافة دي كبيرة ولا صغيرة، بنحدد منه نوع العمل اللي هو بيشتغله ايه، من الثلاث مناطق دي ودي ودي بنحدد هو شغال ايه، كان شغال مجهود بدني او مجهود ذهني. تمام، نيجي نشوف برضو العيون دي عاملة من هنا كده، عندنا الحواجب، نشوف كثافة الحواجب، نشوف منطقة الشارب، ونشوف الفم من النهاية، ونشوف الفم ككل، ونعمل موازية بين العينين والحاجب، ونشوف الفم صغير ولا كبير. تمام، انا حللت لك الراجل اصلا اهو، ونشوف هنا كده المكان ده مدور حاضر. ولا مربع. تمام، وعندنا هنا في خبطات هنا اهين اهين. طيب يلا بقى نبدأ من الأول خالص، بسم الله الرحمن الرحيم، هو طيب ونبدأ حاضر نحلل. خلاص ماشي. هو بس انت الريكورد ده متسجل ولا ايه؟ اه مسجل وهيتحط على القناة في العلن في العلن. وصوتي ده هيظهر؟ ده انا إن عندي شاء عقدة من الله. صوتي. إن شاء الله. لا ده صوتك جميل، أنا واحد من الناس بحبه. طب ده حضرتك، انا نفسي ما بحبوش. طب خلاص ماشي. ما هو لازم انا بحب اعمل الفيديو بسمعه 5 6 مرات وانا بحب صوتي، وصوتي عاجبني وصوتي مدهش، عارفه ليه؟ خلاص احنا اي ماشي. ما انا ما قلتش حاجة، انا لان ما لازم، قلتش على حاجة على صوت حضرتك على فكرة. طيب لان لازم ان احنا نكون معجبين بنفسنا عشان الاخرين يبقوا معجبين بينا، والله لان معجبة بنفسي بس بنبصنا صوتي مش لنفسنا عارفة الاخرين وحش. مش انا هيبقوا فينا. خلاص حاضر حاضر قشطه ماشي. يلا. دي اول حاجة ماشي، هنقول عليه ان هو مفكر. عنده غموض. كملي. الاذن بتاعته فيها غموض، يعني هو اصلا يعني دي العين الشمال. طيب بقول لك ايه؟ ربنا يخليك يا انا شيرين. هسألك وانت تجاوبي، تمام؟ طيب ماشي. الشخص ده عملي؟ لا احنا ما احنا خلاص اخدنا كده اولويات الحياة ان هو اه. مفكر. عملي هو بشكل بيفكر مفكر. وبيشتغل. يعني هو اصلا الطموح عنده اقل حاجة، هو بيفكر وبيشتغل. تمام، وبيجتهد وبيعتمد على نفسه كليا وما بيحبش حد يساعده. اوكي، طيب الاعتماد على النفس، تمام. الاعتماد على النفس
انا لسه قايل بيعتمد الاعتماد على على نفسه كليا. طيب، طب الثقة بالنفس، الثقة بالنفس هي كده الجبهة كبيرة، الأنف اللي هي المحدبة يعني برضو قيادي وبيحب يسيطر، الوش العريض ده برضو بيبقى الثقة بالنفس برضو. اي الانف المحدب ده احنا بنجيبه من القطاع الجانبي. بس برضو أنا مش عارف، هو أنا مش ماشي مركزة ماشي. شكلي كده مش عارف، طيب الشخص ده حذر. ده حذر بزيادة. طيب الشخص ده متأني. طب أيوة مندفع. خالص. مش مندفع. طيب الشخص ده مثالي. هو بيحاول يعمل كل حاجة صح يعني. لا هو مش بحاول يعمل كل حاجة صح، هو مثالي، لكن مش خلاص شرط ماشي خالص إن المثالي يبقى صح. طيب ماشي. الشخص ده هو بيحب، يعني هو برضو قريب من المستطيل يعني، إحنا مش بنحلل من إطار الواقع على فكرة. ما انا فاهمة انا عارفة ماشي. طب الشخص ده ذكي. ذكي. طيب احنا ذكي ده كنا بنقول عليه من كذا اتجاه، كلمة ذكي ده عشان نقولها يعني ان هو ايوه بيركز، فمعنى كده ان هو ذكي. تمام. بعدين كمان العين بتاع، هي العين الشمال في عين اكبر من عين، يعني مش الشخص ده قوي ممكن يعني. يقعد معاك عامل نفسه ان هو مركز معاك ومش مركز معاك اصلا، هو في حاجة تانية في دماغه بيوهمك، بيركز في الراجل ده، انفعالاتك. الراجل ده أفكاره مألوفة ولا غير مألوفة؟ افكاره مألوفة او غير مألوفة؟ لا مألوفة، لأن ما عندوش اللي هو القوس قيوبين ده اللي هو بتاعت الشفايف، وكمان بس ما جبهته عندكش، برضو. عندك شوية دقيق وشوية مية. لا ما عندكش. انا بضايقك، انا حاسه اني بضايقك والله مش عارف. لا لا مش بتضايقني ولا حاجة. طيب ماشي. ايش خلاص يا شيخ، ايش شكرا. ايوه وجهه مقسوم. ايش انا ما خدتش بالي على فكره من الراجل المقسوم ده، انا عماله ابص على عينيه ومش واخده بالي من حواجبه اصلا وبقيه الوش. هو الوجه مش مقسوم لدرجة إن هو يبقى أفكار غير مألوفة، بس الأفكار غير مألوفة هي موجودة.